أقرأ لكم كلمة الرب. الرب راعي رعية فلا يعوزني الشيء. اعلن الكلمة دي معايا. الرب رعية فلا يعوزني الشيء. كلمة الله صدقة. هل الرب بيكذب؟ حاشا. الرب قال كده. الرب هو الراعي. ولأن الرب هو رعينا فلن يعوزنا شيء. حتى في أيام القحط، حتى لو في أيام الغلاء، حتى لو في أيام الوباء، لن يعوزنا شيء. فارفع إيدك كده، صدق كلمة الرب. قل له يا رب أنا بصدق كلماتك. أنت رعية الصالح فلا يعوزني الشيء. ارفع إيدك. لا يعوزني الشيء. الرب رعية فلا يعوزني شيء. سمع إبليس الكلمات دي. يجي إبليس يقول لك كده، أنت هتحتاج، أنت حياتك هتعيش حياة صعبة. قل له أنا لا أنظر للعيان، أنا أنظر لكلمة الله. غمض عينك عن العيان وانظر لكلمة الله. الرب رعية فلا يعوزني شيء. أنا مش هحتاج حاجة. سمع إبليس الكلمات يقول له أنا مش هحتاج حاجة. الصحة ليا، الحرية ليا، البركة والغنى ليا، لأن الرب هو رعية لن يعوزني شيء.